صباح الخير مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو ده. معكم هشام طه ايجيبشن فالكونز. وحشتوني جدا ورجعت لكم النهارده فيديو جديد. والفيديو بتاع النهارده شباب هنجرب مع بعض تجربه مميزه جدا، والتجربه دي هي للناس اللي ما جربتش قبل كده ويندوز 11 لاي سبب كان بقى، سواء انت مش حابب تجرب الويندوز علشان انت سامع ان في مشاكل كتيره جدا، او ان نفسك تجربه ولكن الجهاز عندك مش مستوفي متطلبات التثبيت. النهارده بقى يا اصدقائي هنجرب الويندوز بدون ما تثبته عندك على الكمبيوتر. يعني بكل بساطه هتتصفح الويندوز عندك من جهازك بدون ما تثبته، وكل اللي انت محتاجه علشان تجرب الويندوز هو وجود انترنت عندك مش اكتر. لان بكل بساطه حد من المطورين عمل بروجكت الويندوز 11 ورفعه على موقع خاص بيه، وتقدر بكل بساطه ان انت تفتح الموقع ده وتجرب الويندوز بدون اي مشكله. والميزه اللي موجوده في الموقع ده انه مش محتاج منك اي عمليه تسجيل دخول، انت بمجرد ما بتفتح الموقع مجرد ما بيشتغل الويندوز معاك مباشره. ويلا بدون كلام كتير ندخل في الشرح. بكل بساطه هتنزل على الوصف الخاص بالفيديو ده وهتلقى لينك للمقال. هتبدا ان انت تفتح المقال وتنزل لتحت خالص هتلقى لينك الموقع، هتدوس على لينك الموقع وهتستنى شويه لحد ما يحمل معاك نظام التشغيل، وهتجي لك رساله بعد ما يفتح معاك النظام مباشرة بيوضح لك ان النظام مفتوح المصدر. وفي الرسالة دي كمان هتلقى ايميل التواصل مع المطور لو انت حابب تتواصل معاه. المهم ان انت هتدوس على زرار موافق اللي موجود عندك من تحت وبس يا صديقي. زي ما انت شايف دلوقتي قدامك ويندوز 11 بالكامل موجود قدامك دلوقتي، تقدر ان انت تتصفحه وتتعرف عليه، ولو عجبك النظام تقدر ان انت تثبته على الكمبيوتر عندك عادي جدا. ولكن طبعا النسخة اللي موجودة على الموقع دي مش اخر اصدار، لا دي النسخة اللي قبل الاخيرة، لان زي ما قلت لك النسخة دي او البروجكت ده معمول للناس اللي ما جربتش ويندوز 11 قبل كده، مش للناس اللي عندها النسخة قبل كده متثبته ولكن حابه تتعرف على المميزات الجديده. لا دي نسخه تجريبيه زي ما قلت لك، ولذلك هتلاقي النسخه اللي موجوده قدامك دي نسخه قديمه من النظام ولكن تفي بالغرض للناس اللي حابه تتعرف على نظام التشغيل. دلوقتي تقدر ان انت تفتح مايكروسوفت ايدج اللي موجود قدامك وتتصفح اي موقع عادي جدا، وتقدر كمان تفتح الاعدادات الخاصه بويندوز 11 وتتعرف عليها كلها عادي جدا، وتقدر كمان ان انت تفتح متصفح الملفات الخاص بويندوز 11 وتتعرف على الشكل بتاعه، وتقدر يا صديقي كمان تفتح شريط البحث اللي موجود عندك في ويندوز 11 وتعمل سيرش على اي حاجه موجوده جواه، وتفتح كمان الويدجت اللي موجود عندك من الشمال من تحت اللي مايكروسوفت صدعتنا بيها في ويندوز 11. ولو دوست كمان على الصوت والانترنت اللي موجودين عندك من تحت على شريط المهام هتشوف الشكل الجديد ليهم. يعني تقريبا كل حاجه متاح ان انت تشوفها على النظام مختلف عن ويندوز 10. ولكن نرجع ونقول زي ما قلت لك في الاول خالص، النسخه دي تجريبيه او تعريفيه للناس اللي ما جربتش ويندوز 11 قبل كده. ولو انت يا صديقي بقى الجهاز بتاعك غير داعم لويندوز 11 عشان عندك مشكله مثلا في متطلبات التثبيت، تقدر ان انت تراجع الفيديو اللي انا بتكلم فيه عن ازاي تتخطى متطلبات التثبيت الخاصه بويندوز 11، وتتابع الفيديو وان شاء الله في نهايه الفيديو هتعرف ازاي تثبت ويندوز 11 عندك بدون مشكله. وكمان لو انت على ويندوز 11 دلوقتي ومش عارف تحدث الجهاز بتاعك علشان الجهاز بتاعك مش مستوفي متطلبات التثبيت، وده طبعا راجع ان الكمبيوتر بتاعك او الجهاز بتاعك هيستلم التحديثات الشهريه الامان عادي جدا، ولكن التحديثات النصف سنويه مش هتوصلك. تقدر كمان ان انت تراجع الفيديو اللي هسيب لك اللينك بتاعه موجود في الديسكربشن الخاص بالفيديو ده اللي بتكلم فيه عن ازاي تحدث الويندوز بتاعك بدون فورمات. وكمان لو انت على ويندوز 10 دلوقتي ومحتاج ان انت تروح على ويندوز 11 بدون ما تعمل فورمات للكمبيوتر بتاعك، هتسمع نفس الفيديو وتطبق نفس الخطوه. وبس كده صديقي، ما دام وصلت معايا للنقطه دي اتمنى دعمك معايا للقناه بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس وزور المدونه وجروب الصفحه على الفيسبوك. ولو عندك استفسار او طلب اتواصل معايا على الفيسبوك والتليجرام والانستجرام وحتى فيديوهات التيك توك. ولو عندك استفسار ومحتاج الرد عليه ضروري جدا اتواصل معايا على الفيسبوك ان شاء الله كل يوم من الساعه 1 الظهر لحد 7 المغرب، والكلام ده طبعا لا ينطبق على يوم الجمعه. وبس كده.